خلوني هروح معاكم لتقرير، ويمكن ده يكون اتصالا بكلمة عربي، وهو أول جهاز عربي خالص للتواصل مع أصحاب القدرات الخاصة من إخواتنا وولادنا وأهلينا صما وبكما. الجهاز ده عمله فريق من طلاب كلية الهندسة جامعة المنصورة. الجهاز المبتكر ده اتعمل علشان يتعمل شكل من أشكال التواصل، فيستخدمه قفاز هو ذكي بشكل أو بآخر يترجم لغة الإشارة إلى اللغة العربية. شوفوا التقرير وبعدين نكمل الكلام. الموضوع كله الفكرة خدت مننا وقت كتير جدا، لأن احنا يعني جبنا أفكار كتير وبعدين اختلفنا عليها، فقلنا ليه ما نساعدش الناس، ليه ما نشوفش حاجة إنسانية. فوقع الاختيار على ذوي الهمم إن احنا نساعدهم وإن احنا نوصل ليهم بحاجة. ولما جه وقع اختيارنا على الصم والبكم، لأن يعني اكتشفنا من ريسيرش والكلام ده إن هم أكتر ناس محتاجينهم، لأن الموضوع إن أنت مش قادر تتواصل مع حد، وإن التواصل ده حاجة مهمة جدا. فموضوع إن أنت مش قادر تتواصل مع حد بيبقى شيء صعب جدا. الأبليكيشن والسوفت وير واحد، بس اللي بيتغير حاجة اسمها لايبراري. اللايبراري دي إحنا بنضيف فيها الكلمات والجمل المعينة يعني بس بنحطها في السوفت وير، بس السوفت وير واحد مش بيتغير. بالنسبة لأنه قادر على أنه يقرأ لغة الإشارة، فهو الجلوف عبارة عن 5 فليكس سنسورز. الفليكس سنسورز دي بتديتكت حركة كل صابع على حسب الانثناء بتاعته أو الفرد، يعني يا إما بنفرده يا إما بنتنيه. فمن هنا بيبدأ بقى يديتكت حركة الصوابع، وحركة الصوابع دي بتتحول بقى الجملة اللي هي اوريدي موجودة على السوفت وير وتطلع كصوت من السبيكر. المشروع بالنسبة لنا ما كانش سهل يعني تنفيذه، بس اللي انا شايفه باللي احنا وصلنا له دلوقتي ان سهل جدا ان احنا نعرف نكمله، وخصوصا ان احنا بس في خلال شهرين قدرنا ان احنا نحصل على برودكت حقيقي ما كناش نحلم ان هو كان يبقى معانا. طلعنا برودكت سهل الاستخدام، مش حاجه كبيره، لا تعرف تستخدمه وتعرف تلبسه، تعرف تتكلم بيه وتعرف تاخد منه اوتبوت عادي خالص. الجامعه من اول ما احنا بدانا بالفكره وان احنا كلمنا الدكتور محمد رجب المشرف بتاعنا، ما كانش بيسيبنا يوم الا وهو متابع معانا وبيعمل معانا ميتينجز ويشوف احنا وصلنا لايه. وبرده الكليه من دعم متواصل من اماكن من خدمات من كل حاجه احنا محتاجينها بتقدمها لنا. احنا حاليا بالنسبه للمشروع بتاعنا، عشان المشروع يكمل ويطلع بصوره كويسه، محتاجين ان حد من الشباب يشتغل في مرحله الماجستير، بحيث ان هو يكمل على الفكره وما تقفش عند نقطه معينه وتموت. لو وقفت عند نقطة إن هو مشروع تخرج وخلاص، الفكرة بالنسبة لنا هتموت وهتنتهي. لكن بعض الشباب قال إن هم عندهم استعداد يكملوا ماجستير في النقطة دي، بحيث يكملوا إن شاء الله ويقدروا يطلعوا بمنتج محسن أو منتج أكثر فايدة من المنتج ده، بحيث يطلع منتج مقارب لمنتج نهائي نقدر نستخدمه في السوق أو نقدر نشتغل عليه إن شاء الله.